المشكله كلها على شقه صح. انت عارف حقها كام في الشقه دي؟ 25,000 جنيه. وهي بتدي 1000 جنيه للبرد. لا انا بتكلم على على مرات لا 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 على اللي بتقول مرات محمد. لا اللي هي متجوزه اخويا دي حقها في الشقه 25,000 جنيه. الشقه بكام يا جماعه؟ ب 300,000. العقد موجود بتاعه 300,000 جنيه كله. انا عشان خاطر ربنا مش شرعا يا سعد ان هي بيبقى لها ورث ولا انت سالته وقال له لا؟ ما هو ورث لو هي جابت قسيم الجواز. مفيش قسيم الجواز. هي دي المشكله اللي مغفه معانا. وانا قلت لها شفته جميع البرامج بقول لها هاتي القسيمه او 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 مش المحكمه يا جماعه بتقول دي ان دي تورث يا جماعه. أيوة. انتوا لغايه دلوقتي شفتوا ورقه بتقول ان دي تورث؟ لا. وبرغم ذلك هي ليها 25,000 جنيه. انا بقى قلت عشان يعني لله لو كنت جيت لي من الاول الشقه يا ستي ب 2 مليون جنيه. عارفين يا جماعه لو 2 مليون جنيه هتاخد كام؟ 120,000 جنيه. يعني الشقه انا لا لا انا ماشيها قانوني بقى. عارفين لما هتورث هتورث 25,000 جنيه بس. وهفكركم لو ورثت لا ما تطلع قول للناس ورثت كام. طب ليه عملت كده؟ ليه بقى اتفقت مع ناس اما اعمل ضجه؟ فما اعمل ضجه ساعد ممكن تديني مليون جنيه ولا مليون ايه؟ دي انت مش فاهمه حاجه خالص. ده انا ممكن ادي واحد 50,000 جنيه وما تديكش انت 10 جنيه مش بلاوي الدراع. طب نرجع تاني لحته والد جوزي. اتفضل. عايزين نرجع لحته العيال جوزي. سؤال بس مهم يعني واضح وصريح. هل ينتظر سعد الصغير الجنسيه السعوديه زي ما في بعض الفنانين انتظروها واخدوها فعلا؟ ليه هنتظرها ليه؟ قول ليه؟ لا انا اكون واضح. لا 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 ما ليه يعني بص حضرتك ما هو جنسيه. بص يا جماعه دلوقتي مثلا مثل زي استاذ محمد هنيدي ربنا يروح عشان برضو الناس برضو عارفه والناس ما تظلمش. محمد هنيدي نجم راح عمل حاجه هناك عمل حاجه جامده قوي فالناس كرموه وراح مديله الجنسيه 100 100. انا بقى بتحصل عادي يا جماعه. انا عشان اروح انا لكن دون الجنسيه ده انا عملت ايه؟ فلو انا روحت يا جماعه وعملت مثلا تمثيليه حلوه او حاجه او اي حاجه حلوه واخدت يعني لان الناس بتكرمك. بس يا جماعه احنا مش عايزين نبقى سعوديه ومصر. لا لا يعني انت بالنسبه لك انك نفسك تاخد الجنسيه؟ لا نفسي لا نفسي دي لا. لكن لو انا عملت حاجه اقول لك يعني اي بلد يا عم شايفها تكريم. التكريم ازمه نعمل حاجه اخد حاجه عاديه لكن ما تاخدش حاجه كده وخلاص بس. طب الناس دايما شفت الناس اللي هي اعترضت ازاي ان في بعض الفنانين بدون ذكر اسماء اخدوها اعترضوا عليهم؟ لا 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 وتلاقي يا جماعه في مسرحيات هناك يا جماعه يعني المسرحيات يا جماعه بتعدي زي انا كنت عامل كذا مسرحيه هناك. انا عملت مسرحيتين هناك على فكره. بس مثلا ايه يا جماعه الايرادات مش زي استاذ محمد هنيدي. فهناك عملوا مسرحيات جامده قوي قوي محمد هنيدي. واقول لك حاجه انا لو ماسك رئيس بلد او مش رئيس مثلا او زي الشرطه ده ندى عمرو دياب قد بقى الناس اللي هي السقه استاذ حكيم الناس اللي هي حاجه حلوه ان هم بيستحقوا اللي هم النجوم دول يا جماعه. فاش حد ممكن بس ننقل وسط الناس هنا؟ لا احنا قاعدين لما تيجي بس تيجي الفرع عشان لما تيجي الفرع عشان لو توجه رساله لبوسي تقول لها ايه؟ لا بوسي انت لا ممكن بس قبل توجيه الرساله هي طلعت وقالت ان والدها كان بيتكلم عنها بطريقه مش كويسه مع الصحفيين وكانت هي بتبعت له فلوس وهو بيقول انا عايز حد فيكم يجيب منشد واحد ابوك اتكلم فيها او اي حاجه. ابوها ما اتكلمش خالص ده كذب وافتراء. ابوها ما اتكلمش خالص. ابوها كان امنيه حياته يموت ويحضنها وخلاص والليله انتهت مش عايز منها حاجه. والمشكله طب واحد يقول ايه؟ طب ما كانت صالحته. ليه بقى؟ لا ما هتصالح هتدفع فلوس. لا ما هي راح قالت ان هي بتروح له محتاجه فلوس ما تدفعها عادي. لا لا, لا, لا يعني تدفع فلوس مش فاهم. ما في الراجل ده ليه اكسجين كل شهر بحوالي مثلا 6000 جنيه بيحط اكسجين وليه علاج فعايز على العلاج على الاقل يعني عايز هو مصاريف 10,000 جنيه كل شهر. هو انت ومالك لابيك وهي بتشتغل ومش فقيره. هو ده هي دي هي دي اللي انا هي كنت عايز اقول لبوسي لو ما بيننا وبين بعض قبل الفضايح دي كلها يا بنت انت بتدي كذا وكذا عشان اسمع اللي بقول لك عليه عشان الفضايح. لا ما مش عايز ترد فهمتي اللي هو وبعدين بقى تضايقك اكتر يعني قصده تعمل مع والدها كده مع علم بقى علم بقى ان يعني دي من الناس اللي متعرفه. بوسي قعدت مختفيه سنه صح؟ كانت فين؟ كانت مسافره عشان خاطر مشاكل بينها وبين ياسين فصيم. ليه ما تقولش كانت هربانه من الاحكام اللي عليها؟ كملي بسال عليكي ما ساعات صغير حمدي بقى مع انك كنت بسال عليك يا بوسي انت كنت هربانه سنه كنا بنسال عليكي مش معنى يعني لها 30 حكم مشاكل بينها 30 حكم بين الطليقه دوت فهي سافرت و... ليه الناس ليه ما نقولش ده؟ ليه ما تقوليش ان انا والله العظيم ان انت على البلاط يا دنيا واحنا بنتصور واحنا قاعدين الاستوديو طبعا ما فيهوش فانا شغالين بقى الهرم كل يوم 5 ونمت. ليه ما قلتيش ده؟ وما كانتش لسه اتشهرت. لا ما كانتش. بص يا جماعه ما حدش حد يعرفها واللي افترى بقى اكتر فكرتيني والنبي والله. هي قالت يا جماعه قالت يا جماعه جوزي كان بياخد 100,000 كيت ويدينا 40 جنيه ولا مش عارف 40 صح كده؟ او 400 جنيه صح؟ ما حصلش يا جماعه. بص ما كانتش بتاخد كيت اصلا. ده اللي افترى بقى بوسي اللي بقول لك ربنا مش هيكرمك عشانه حتى لو فاطيم ظلمك. ليه بقى يا جماعه؟ هي كانت شغاله عند محل واحد بس واحنا لما بنشتغل محل واحد يا جماعه حاجه اسمها مكفي. يعني ايه مكفي؟ يعني تاخد اجرك بس مالكش دعوه. يبقى فين الكيت يا بوسي؟
ليه بتفتر على الراجل؟ ليه بتفتر على الراجل؟ ده مات يا جماعه. انا مش عايز اقول الموقف ده يا جماعه بس هقوله. اقسم بالله انك يا بوسي اتحايلوا عليها الراجل مات وكفنوه اختها وكل بيعيطوا عشان ابنه يجي يبوس دماغه قبل ما يحطوه في التربه. تخيلوا يا جماعه الاسود لا وراحت قافله السكه. بص الاسود يا جماعه الراجل مات واحنا حاطينه وهنحطه خلاص على المغسله وغسلناه بتاع لا عشان خاطر بس ابنه يبوس دماغه بس. تمام يا جماعه وقف بقى الفقد تمام بسمه يا جماعه معرفش حاجه راحته معرفش حاجه. الموضوع ده مأثر فيك قوي حسين بتأثر جامد بالنسبه للموضوع ده. هقول لك ليه؟ لان ما فيهاش حاجه يعني لله يعني لله للعالم راحتنا ما فيش اي حاجه يا عم. اما يجي اما يجي الموضوع ملوش خاص بالضرب لا مش في كلام ما يجي يا عم دي يعني يا عم دي كبر دماغك ناس قاعدين دول فما تصدق ان اتكلم مع حد. اثر فيا يا جماعه ده واحد مات وبيقول لك هات ابني وسيبني انا خلاص بس هو ده يعني هي دي في العالم فرقه بقت فين عادي. طب يلا فهمتني يا عبال بس هو ده اللي انا فانا بوسي بقول لها قدام كل انا ما بشوفش رساله بقى رساله اخيره للبوسي بوسي انا انت لو لازم ترجعي بوسي الاغنيه وتشوفي انت مزعله مين ومزعله مين وانت عارفه انا كل اللي مزعلني انك رحتي ثواني معلش قلت ترجع بوسي دي واحده بس دي واحده بس يا جماعه دي واحده عبد الله معلش يا جماعه انتوا محسسيننا يا جماعه ان عمرو دياب قاعد وخايفين ما اخواتي دول يا عم في ايه يا عم براحتنا اقعدوا 50 ساعه اتكلموا قلت بوسي ترجع زي بوسي الاول لازم هل بوسي. كان فعلا بوسي الاول غير بوسي دلوقتي طبعا بوسي دلوقتي والفلوس غيرت طب اقول لك حاجه بوسي كانت عامله فطار من من من, من بالظبط من من اسبوع فطار متكلف 400000 جنيه 500000 جنيه سحور بصي على الناس اللي كانت موجوده هتعرف ان مش دي بوسي. تعال نجيب بقى بوسي في عيد ميلادها اللي قبل كده هتلاقي كان محمد كخه وسعد ومصطفى بلغم كلهم كانوا في عيد الميلاد ومحسن جمال ولا فدي حرام بوسي. فانا كان قصدي بقى بدل ما اسافر 400000 جنيه عشان طب اقول لك حاجه هي بوسي عامله طب بوسي ما عملتش سحور ليه رمضان اللي فات صحيح ما حدش قال لي ليه عشان هي عايزه تداري على الخيبه بتاعتها فبتعمل اي حاجه انت وانت متعوده تعملي سحور ما انت ما عملتيش رمضان ده ورمضان اللي قبله واللي قبله واللي قبله اشمعنى رمضان ده اللي عملت السحور وبعد الحلقه عشان تدري على شمره بيه وتدري على سعد فانت لسه صغيره انت صغيره بوسي مش هتعرفي تسيحي على المشاهدين وتسيحي على الناس دي كلها انت كان مشكلتك معاك ابوكي بس كان نفسنا ابوكي واللي خلاني اقسى عليكي اللي هو يعني انا ما قلتش كل حاجه لما طلبوا منك شيخه ده الواحد ميت يبوس دماغه تخيل يا شيخه ابنه عايز يبوس دماغه بس تقول لا والراجل اتدفن يا عيني وما شافش ابنه تعرف ابنه ولا دي ما شافوش حاجه اكتر من 10 سنين يا عيني. طب هي منعته ليه مش فاهم؟ ايه؟ منعته ازاي او ليه؟ لا جبروت الفلوس تخليك تعمل اكتر من كده حتى بقول لك حاجه علما بقى هو قاسى عليها كتير وابوه قاسى عليها كتير مش للدرجه دي يعني. شكرا يا جماعه شكرا لكم طيب مواقع التلفزيون زي ما حضراتكم شايفين يعني استاذ سعد الصغير شكرا لكم طيب مواقع الحكايه كان معاكم سامع شكرا لكم.